السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع www.easycall.com. غادي نشوفوا في الدرس لا بوكل كور. غادي ناخذ عليها في الطريقة ديال الكتابة، وغادي ناخذ فيها بعض الأمور اللي كتعلق بها. على العموم غادي نقراو دوك لي دو زانفورماسيون على لا بوكل كور. Dans cette boucle, on sait à l'avance le nombre d'itérations à faire. بما معناك كما قلت لكم في لقيتو عاقلين لا بوكل طونكو اي فوا ان فوا لا كونديسيون اي فري لا كونديسيون اي فري الوغ كتدور دور دور الى ما لا نهايه. ما كنعرفوش حنا بالضبط شحال العدد، انها شحال من مره كدور. نرجعو لديك الصوره ديال طونكو باش تزيد توضح لكم الصوره. هي هذه كما وريتكم في الدرس السابق، قلت لكم نعتبروا الالغوريثم بحال واحد بهذا الشكل هذا، وهي هابطه. وهذه المنطقه اللي كاينه هنا هي المنطقه ديال طونكو. كيف ما قلت لكم مادام كونديسيون فري غادي يبقى يدخل البرنامج، يقوم بعمل الاوامر اللي كاينه وسط طونكو الى ما لا نهايه. حنا ما عارفينش العدد ديال العدد اللي غادي يقوم باعاده تنفيذ ذوك الاوامر. بين بور لا بوكل بور حنا عارفين العدد، يمكننا نأمره مثلا هذا هو الالغوريتم ديالنا، نفترضوا اننا ما عندناش طونكو، عندنا بور وشي مهم بور وصافي. فهاد بور اللي عندنا تبقى غادي الالغوريتم غادي يهبط الى كيوصل هنا. هو عارف العدد شحال خصو يدور، بمعنى هو ما عندوش واحد الكونديسيون كيتحقق منه، ما عندوش في هاد المنطقه الكونديسيون، هو جوست عارف العدد. يعني كيدخل المنطقه كتقول له انت دور بعض الخطرات، يعني طبق هاد لي زانستريكسيون هادو لي وسط 4 ديال المرات، غادي يطبقهم 4 ديال المرات، يعني يدور الدورة الأولى والدورة الثانية والثالثة والرابعة، ويوصل الدورة الرابعة ويهود ويوصل حتى الفا ويوصل البرنامج ديالو. هادشي اللي بغا يقولك، بغا يقولك فهاديك لانفورماسيون لي شفتها قبيلة. قالكم أن لابور بور كنعرفو العدد شحال غادي يدور البرنامج، شحال غادي يطبق هادوك لي زانستريكسيون. شي قال في هذه دون سيت بوكل اون سي افونس لو نابور دي تيراسيون اف، ماشي بحال طونكو. طونكو حنا ما كنعرفوش مادام الشرط متحقق فان داكشي كيتعاود. مي بور ما عندها شرط تا والو، عندها جيست واحد العدد كتحطو ليها، العدد ديال انه يقوم بتنفيذ الاوامر. هنا قال لك نو زافون بوزوا دي فاريابل كي فا كونترولي لو نابور دي تيراسيون اي لو با دو فارياسيون. هاد لو فاريابل واخا نشرح لكم ما غاديش تفهموه، غادي تفهموا جيست بواحد ليكزومبل غادي نعطيه لكم، و تما نضمنش تفهموا في هاد الوقت هذا. لما علينا المهم نشوفوا طريقه الكتابه وابخي نهضروا على النقطه السابقه. طريقه الكتابه السينتاكس ديالها هي كتكتب على هذا الشكل بور، كتكتب واحد الفاريابل. الفاريابل هو اللي في هذيك لا فورماسيون اللي كتبهم ابخي ونشرحها لكم. داك الفاريابل اللي كيهضروا عليه هنايا هو هذاك يتكتب في هاد المنطقه. كتختار واحد الفاريابل ما عندك حتى، تاخد اي سميه كيما بغيتي، اي سمي اللي يعجبك. اي هو فاريابل وصافي، كتعطيه واحد القيمه، والفاريابل هذا كيكون في المنطقه ديال الديكلاراسيون، يعني كتكون ديكلاريه قبل ما تحطو هنايا. ميمكنش تحط واحد الفاريابل في المنطقه ديال لوكور تما ديرلوش ديكلاراسيون. ما علينا، كتحط واحد الفاريابل كدير هاد الافيكتاسيون، هاد لو كاركتير ديال الافيكتاسيون، كدير واحد الفالور انيسيال، يعني بشحال غادي الفالور انيسيال فالور فينال، يعني غادي يدور من 1 حتى 3، يعني كيدخل واحد كيرجع كيعوض واحد بجوج بجوج ثلاثة حتى كيوصل مثلا 3 3، وبعد كيسالي وكيخرج. يعني بحال هذه هي المنطقة اللي كتقول دور ليا 4 خطرات، دور 3 خطرات، هذه هي المنطقة المسؤولة على داك الأمر. دوبا بي إيكالا واحد، فيغ هادشي. هاد دوبا هي الخطوة، مثلا انت كتقول له بور اي كيمشي من 1 حتى 6، دو با ان فيغ لي زانستريكسيون، يعني من 1 حتى 6 شحال عندنا من دورة. تيمشي الدورة الأولى وكيرجع كيعوضها بجوج، وكيرجع 3، وكيرجع 4، وكيرجع 5، وكيرجع 6، وعاد كيمشي في حالو. وهنايا علاش كيمشي من 1 2 3 4 5؟ حيت با عندنا هو 1، أما البار هي الخطوة، وأما البار كان عندنا 2 ما غادي يوصل لواحد، وغادي يمشي وغادي يرجع ما يعوضش بجوج، يعوضها بثلاثة، وغادي يرجع ويعوضها بخمسة، حتى يوصل المنطقة الفينال اللي عندو هو. ميمكنلوش يتجاوز المنطقة الفينال. المهم هذا هو المنطقة المسؤولة على شحال من دورة غادي نديرو. هو هاد البا شحال بشحال كينتقل لهاد الفالور انيسيال باش يوصل الفالور فينال، بشحال بواحد ولا بدوي ولا بطروا ولا بكا.
نسيت هادشي اللي بغيت نشرح لكم في هاد الدرس هذا، كنت بغيت تقولوا استوعبتوا هادشي. المهم دابا نشوفوا ديال زكازور باش نزيدوا نستوعبوا فيها. ومع السلامة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.